بسم الله الرحمن الرحيم. هنا من خلفي يعقد منتدى اقتصادي يضم قادة دول ووزراء وشخصيات بارزة من تجار ورجال أعمال، بينهم المجرم والسفاح سلمان بن حمد. قد تنامى إلى مسمع البحرانيين النشطاء هنا أن المجرم سلمان بن حمد سيأتي ومشاركا في هذا المؤتمر، وبالتالي ولذلك حضروا منذ الصباح الباكر في هذا الجو البارد ليوصلوا رسالتين مفادهما: أولا أن هذا سلمان بن حمد رجل مجرم متورط في قضايا التعذيب ومتورط في جرائم كثيرة، ليس أولها قتل أبناء الوطن ومن ثم هدم المساجد وتعذيب الشباب واستحياء النساء وكل هذه الجرائم. الأمر الثاني أنه كيف لهذا الرجل أن يشارك في منتدى اقتصادي يعنى بتطوير الاقتصاد بما يعود بالنفع على الناس وعلى الشعوب، وهو رجل متورط في الفساد من رأسه حتى أخمص قدمه، وسرق ثلاثة أرباع الأرض والبحر حتى سمي في البحرين بسلمان بحر، حيث يسيطر على مساحة كبيرة لمشاريع خاصة في جيبه. فهذا الرجل متورط أيضا في الفساد، فكيف له أن يشارك في منتدى اقتصادي يعنى برفع الحالة المعيشية والحالة الاقتصادية للدول وللشعوب؟ وأتينا لنوصل هذه الرسالتين ولنقول أنه من المعيب جدا استضافة هذه الشخصيات، هذه النماذج التي محلها ومكانها في القضاء والمفترض أن تقدم للعدالة، لا أن تمثل الشعوب وتمثل الحالة الاقتصادية وهي تعمل بخلافها تماما. والبحرانيون يهتفون ويجوبون شوارع ومناطق البحرين بشكل يومي، يهتفون أن هذا مجرم جزار قاتل لن يقبل به شعب البحرين، لا هو ولا أبوه ولا عمه.